وعلم روسيا وعلم فرنسا. دي اهي الاحداث، بعض اللقطات للاحداث اللي وقعت في باريس امبارح. بمناسبه التضامن، شوفوا بقى حضراتكم الكلب مكيالين كمان، انه هل، خلينا نسال سؤال منطقي جدا، هل الحكومات الغربيه وتضامنها مع فرنسا هو لابعاد سياسيه، لاهداف سياسيه، لمصالح بعينها، ولا التضامن ده مع الانسانيه؟ اعتقد انه تضامن مع الانسانيه، ده اللي احنا نفهمه، انه دول ناس ضحايا ابرياء، فشعوب العالم بتتضامن معاهم وبتوجه رساله لتضامنها مع فرنسا والشعب الفرنسي وتنديدها بالممارسات الارهابيه، صح؟ يبقى ده الايه؟ للانسانيه. طيب لو هو للانسانيه، سيبكم بقى من مصر، تعالوا نبص على روسيا مثلا. ليه ما فيش ولا دوله من دول اللي لونوا معالمهم الرئيسيه بالعلم الفرنسي ما لونوهاش بالعلم الروسي مثلا، عشان الضحايا اللي سقطوا من حادث الطائرة؟ ما حصلش. يبقى الموضوع واضح ان هو لأبعاد سياسية ولمصالح سياسية ولمصالح مختلفة، مش بس السياسية، انما مش من اجل الانسانية. ده اللي واضح من هذه المقارنة اعتقد. طيب زي ما قلت لحضراتكم انه العالم لم يظهر تضامن مع روسيا. العالم وقت ما حصل الحادث الطائرة الروسية على طول لقينا حكومات كتير جدا بدأت تنهش في الدولة المصرية، وكأنهم كانوا مستنيين لحظة عشان يقدروا يستفيدوا منها وينهشوا ويضروا بالاقتصاد المصري ويأثروا على العملة الأجنبية المتدفقة للسوق المصري من خلال ضربهم لأحد القطاعات الرئيسية اللي بتدر علينا عملة صعبة، عملة أجنبية، وهي قطاع السياحة. مش ده بس اللي كان ملفت الحقيقة، معلش عذرا استحملوني لأني بس عندي دور برد. فمش ده بس اللي ملفت، الملفت كمان وده اللي يخليك تحزن، انك تلاقي مثلا بعد حادث تشارلي إبدو ناس كتير في مصر مثلا على سبيل المثال بيقولك وي ار تشارلي، عشان يبدو يعني بيقولوا ان هم متضامنين مع فرنسا وان هم معترضين على الحادث الارهابي، ممكن نتفهمه. تلاقي كمان بعد الحادث الاخير في باريس اللي حصل امبارح ده، ناس كتير جدا غيرت صوره البروفايل بتاعتها على فيسبوك وعلى تويتر وعاملينها بعلم فرنسا او صورتهم ومظلله بعلم فرنسا الخ الخ الخ. برضه ما فيش مشكله. هو السؤال بس، ليه بعد الوعكه اللي مصر عدت بيها دي شفناش حد عمل كده بالعلم المصري مثلا؟ طب ما عملوش كده بالعالم الروسي حتى؟ يعني كم التضامن الجميل قوي اللي موجود على المواقع الاجتماعية من المستخدمين ما شفناهوش بنفس القدر، مش بس بقى في الحادثة الأخيرة كمان اللي حصلت دي مع مصر، إنما ما شفناهوش في كم الإرهاب اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت والعمليات الإرهابية، ما شفناهوش بهذا القدر الحقيقة. ومش بس من المصريين تاني، ما شفناهوش من العالم. يعني العالم كله دلوقتي بيتضامن مع فرنسا لأن هم ضد الإرهاب، صح؟ طب ماذا عن كل العمليات الإرهابية اللي تعرضت ليها مصر الفترة اللي فاتت؟ شفناش التضامن ده ليه من المجتمع الدولي؟ ده تساؤل يعني. تعالوا بقى كمان ننقل لنقطة تانية وهي الرقي في المجتمع الفرنسي. شوف التحضر، في حزب بينتمي لي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اللي هو ليه أحزاب معارضة، من ضمن الأحزاب المعارضة مثلا الحزب اللي بينتمي لي ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق. فتلاقي الأحزاب المعارضة دي وأعضاء الأحزاب المعارضة لما بيتسألوا في الإعلام عن إيه رؤيتكم لرئيس فرنسا وشايفين إنه مستقبله السياسي عامل إزاي علشان بعد الحادث اللي حصل ده، فتلاقي الأحزاب المعارضة وأعضائهم المختلفين، يعني كذا عضو الحقيقة عمل أو قال نفس التصريح، تصريح مضمونه إن إحنا مش في ظروف ان احنا نبدأ ننتقد الرئيس الفرنسي او ان احنا نقيم موقفه، احنا في مصيبة حلت على فرنسا وبالتالي علينا كلنا ان احنا نتكاتف مع القيادة، قيادة الدولة الفرنسية في هذه المحنة الى ان تمر على خير. ده احزاب معارضة. طيب شوف بقى مع اي حادثة بتحصل هنا. وخلي بالك برضو انه طبعا فرانسوا أولاند طلع قال انه التخطيط للعملية دي تمت في الخارج والتنفيذ كان من بعض العناصر الموجودة في الداخل. البعض يمكن ترجم الكلام ده برضو بانه دي مؤامرة خارجية ونفذت بايادي في داخل فرنسا الخ الخ الخ.
ولا بقى تلاقي على المواقع الاجتماعية الفرنسية تريقة على فرانسوا أولاند، ولا على الحكومة الفرنسية في نقد في إطار محدود، أو هو نقد تحليلي أكتر للاستفادة من الأخطاء اللي حصلت لتجاوزها في المستقبل، وده شيء حميد الحقيقة. بس ما تلاقيش حد استغل الفرصة عشان يصفي حسابات، عشان يعني ده حزب معارض شوفوا. فبالتالي تعالى قارن ده بقى بالموقف في مصر.